إذا ما قلناه عن أسلوب المدح سنقول الآن عن أسلوب الذم. أعتذر على بعض التغييرات غيرتها على السطورة. إذا عندنا أسلوب الذم، إذا قلنا عن أسلوب المدح أنني أمدح إنسانا فأقدره. الآن العكس، أسلوب الذم هو التعبير عن احتقار الشيء وذمه، بمعنى حينما لا يعجبني شيء ما أو شخص ما أو خلق شخص ما فإنني أذمه أحتقره. ما عناصر الأسلوب؟ تبني نفس عناصر الأسلوب. إذا عندنا فعل الذم بئس، عندنا فاعل الذم الابن، ثم هنا قلت المخصوص بالدم العاق، يعني إن هذا أذم هذا الابن لأنه عاق غير بار بوالده. ما قلناه عفوا هنا تغيير لابد منه، ما قلناه عن فاعل النعمة نقول كذلك عن فاعل بئس. إذا ما قلناه عن فاعل النعمة نقول عن فاعل بئس. هي كذلك إما أن يكون فاعل محل بالآل أو مضاف إلى المعرفة أو مفسر بنكرة أو تمييز أو مفسر بما. بئس الخلق التكبر، بئس مصدر الرزق الحرام، بئس مصاحبا المنافق، بئس ما تسعى إليه الضمار. إذا هذه الجمل كلها أضم فيها مجموعة من الأشياء. أوظف هنا في الذم الفعل بئس، ثم كما قلنا الخلق مصدر الرزق، هنا جاء ضمير مستتر، نفس الشأن هنا جاء ضمير مستتر. إذا هنا المخصوص هنا قمت باحتقار سلوك أو خلق التكبر، هنا قمت بذم واحتقار المصدر الرزق حينما يكون من الحرام، ثم هنا الفاعل هنا ضمير مستتر لكن أتيت بمفسر بنكرة أو بتمييز وقمت بذم المنافق واحتقرت الإنسان حينما يكون منافقا، ثم هنا قمت بذم كذلك الإنسان الذي يسعى إلى التخريب وإلى الضمار. ودائما ما قلناه على نعمة نقول عن بئس، دائما الفعل والفاعل يعربان إعرابا عاديا، فعل ماض جامد مبني على الفتح، قلنا عن نعمة لإنشاء المدح، نقول عن بئس لإنشاء الذم. الخلق فاعل مرفوع على مرفوع في الضم الضار على آخره، الفعل يعرب إعرابا عاديا، إلا أنني دائما أقول لكم لا ننسى والجملة الفعلية من بئس، هنا قلت من نعمة، من بئس والفاعل في محل رفع خبر مقدم، وقلت لكم بأن المخصوص دائما يكون مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. إذا الاستنتاج، نستنتج أن أسلوب الذم يتكون هو الآخر من ثلاث عناصر. إذا عندنا فعل الذم هو بئس، إذا وظفنا بئس الدرس لم أغير فيه إلى جمل، ثم فاعل الذم إما محل بآل أو مضاف إلى محل بآل أو مفسر بنكرة أو مفسر بما. فعل الذم مع الفاعل قلنا لا ننسى دائما والجملة الفعلية في محل رفع الخبر مقدم، ثم المخصوص بالدم يعرب دائما مبتدأ. إذا أسلوب المدح والدم كلاهما يتشابهان، إلا أن المدح نوظفه للتعبير عن المدح وتقدير الشيء، والذم نوظفه لاحتقار الشيء وذمه. نفس العناصر نفس الإعراب لا يتغير شيء، فقط كما قلنا أسلوب المدح